والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى أهله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورب الخير جميعا. زي ما تكلمنا عن الليفت شيفت أساينمنت، راح نتكلم عن الرايت شيفت أساينمنت. وزي ما تكلمنا عن الرايت شيفت الأول بعدين الرايت شيفت أساينمنت، راح نحكي في الرايت شيفت الأول بعدين. انت عارف ان رايت شيفت اساينمنت هيعمل رايت شيفت وبعدين هيروح مساوي القيمه اللي على الشمال للمتغير اللي على اليمين. فرايت شيفت يا جماعه عباره عن عكس الليفت شيفت. تمام يعني اللي احنا كنا بنعمله في رايت شيفت هنعكسه في الليفت شيفت. تمام اوكي، ناخد مثال. مثلا لو حبينا نقول زي مثلا 10 رايت شيفت مع قيمه الواحد، ده معناه ان انت ايه هتحاول تشحط قيمه الواحد خانه ديجيت واحده بس. تمام، خلينا نقول الريبريزنتيشن لل10 على 4 بتات. ال10 على 4 بتات هتمثل لي 1.8، يعني 1.0.0.2.8، انا اسف يا رب مش عايزين نتلخبط بقى زي المره اللي فاتت. تمام اوكي، بعدين انت ايه هتروح مسكن ادي خاناتك كده وتاخد خط، وانت هتروح تضيف خانه واحده بس من عندك اللي هي ايه الديجيت اللي انت عايز تضيفها اللي هي الواحد. وبعدين هتروح تسحب بقى ارقامك، ادي الزيرو هتنزله والواحد هتنزله والصفر هتسحبه خانه والواحد هتسحبه خانه وتصفر الباقي. الناتج معاك بيكون الرقم ده، بتعمل نيجليكتنج، ترفض القيمه اللي انت ضفتها من عندك. تمام، يعني الخانه اللي انت ضايفها دي القيم اللي فيها بتترفض، وبينزل معاك الرقم عادي 1 0 1. فبتاخد الرقم الجميل ده تحلله بره 1 0 1، ده طبعا انت عارف يديك 1 في 2 أس 0، وده بيديك 0 في 2 أس 1، وده بيديك 1 في 2 أس 2، وما بينهم الاوبريتور زائد، ف1 في 2 أس 0 يديك 1، وده تديك 0 و2 أس 2 ب4. الناتج راح يدي لك عباره عن ايه؟ عباره عن تمثيلك للرقم 5 بالنظام ال الديسيمال بتاعنا يعني. تمام، فلو انا المفروض اجريت العمليه ديت على البراوزر فهيديني الناتج على البراوزر 5. نشوف كده، متاكد 10 مع الواحد، انا هحذف اليساوي طبعا عشان ده في الاول قبل التمثيل. يعني احنا اخذنا ايه 10 رايت شيفت مع ايه مع الواحد، مستنيين الناتج بتاعنا يطلع كام. ادي كنترول اس، لو رحنا على البراوزر مستنيين الناتج يطلع 5، فالناتج طلع 5، يبقى احنا ايه تحليلنا كان عباره عن تحليل سليم. لو اخذنا مثلا مثال ثاني الاربعه، المره دي هنعمل ايه الاربعه مع الاثنين علشان تتاكد من موضوع ان انت الحاجه اللي بتعملها نيجليكتنج انت بترفضها اصلا يعني. تمام، فلو اخذت مثلا 4 رايت شيفت مع الاثنين، 4 رايت شيفت مع الاثنين، فبتاخد تمثيل الاربعه on 4 bit binary representation. الأربعة بتمثل لك عبارة عن 0 0 1 0، بتسكن خاناتك عادي وبتعمل حسابك في الخانتين اللي انت ضفتهم. تمام كده، خلينا نقول مثلا ديت الخانة الأولانية وديت الخانة الثانية، وناخد بقى القيم بتاعتنا ونسحبهم على الخانات دي. الصفر هيتسحب على الخانة دي والصفر هيتسحب على الخانة دي، الواحد والصفر على الخانة دي. بتعمل نيجليكتنج للقيم بتاع الخانات اللي انت ضفتها، يعني انت ضفت خانة رقم 1 وخانة رقم 2 بترفضهم وبيطلع معاك الرقم كده 1 0 1، فده عبارة عن 1 في 2 أس 0، وده عبارة عن 0 في 2 أس 1، تجمعهم مع بعض يدي لك 0 1 في 2 أس 0 يدي لك 1، يعني الناتج بيكون عبارة عن 1. فأربعة رايت شيفتنج مع رقم 2، فانت مستني الناتج يدي لك 1. نجرب كده مثلا 4 رايت شيفتنج مع رايت شيفت مع الرقم 2، ولو عملت كنترول اس ورحت على البراوزر تلاقي الناتج 1، وده نفس القيمه اللي انت طلعت لها، فتقريبا التحليل بتاعك بيكون صحيح. نفس السيناريو لو رايت شيفت بقى مع مين؟ مع الاساينمنت. فانت ايه رايت شيفت اساينمنت بتحاول تعمل الاثنين مع بعض. تمام، وديت الطريقه بتاعتها انت بس بتحاول تحط يساوي، ده معناه ان انت بتحاول نفس السيناريو اللي احنا عملناه. لو عندك مثلا الاكس ب 10 والواي قيمتها ب 1، فانت بتقول والله اكس ادي اكس وادي واي، فانت بتعمل حاجتين، بتعمل رايت شيفت الاكس مع الواي والناتج معاك بتروح تحطه في قيمه الاكس. تمام، ده اللي انت بتعمله ده. فانت عملت كنترول اس مستني الناتج بتاع اللي هو طلع لك اخر حاجه احنا عملناها كده على 5 اللي هي ايه ال 10 رايت شيفت مع رقم 1. رب اكون وفقت في توضيح المفهوم ده. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى.